يقول سولاي إن غالبية الأفكار السوداء التي زرعتها المتطرفات من زوجات مسلحي داعش في ذهنه أثناء تواجده مع والدته في مضافات التنظيم داخل مدينة الرقة أصبحت طي نسيان، وخاصة بعد نقله من مخيم روج إلى مركز هوري المخصص لتأهيل وحماية أطفال مقاتلي داعش قبل سنتين. أريد أقول للدول الأصلية ترينيداد أو الولايات المتحدة اللي كنت أعيش فيها إنه أنا ليس خطير لهذا برا. أنا ما قطعت رأس هذا ولا قتلت هذا ولا قاتلت مداعش. أنا بس أريد أطلع من هون هذا الدولة سوريا، إنه صار لي 8 سنين هون وصعب جدا كثير. لكن ليس الكل هنا في مركز هوري الذي يقع في أطراف مدينة القامشلي شمال سوريا يشاركون سولاي قناعاته الجديدة، خصوصا أولئك الذين حملوا السلاح. فالتقارير الأمنية تؤكد أن تنظيم داعش في سوريا جند نحو 1500 طفل للقتال وتنفيذ عمليات انتحارية وإعدامات ميدانية، مثل هذا الفتى الذي حكم عليه ب7 سنوات لقتاله مع داعش. أنا كنت مع داعش، ظلت معهم 4 شهور، بعدين جمع علي جماعة من داعش قالوا تعال نروح تصير معنا، وظلت معهم 4 شهور. بعدين أخذت دورات شرعية وعسكرية وشاركت بمعركة وصلت على حاجز، يعني كل مدة ظلتها معهم 4 شهور. بعدين رحت رجعت على الرقة ومسكت غادي، وبعدين ودوني على السجن وجابوني هين. حراس المركز يمنحون نزلائه مساحة من الحرية كونهم كانوا ضحية لأفكار آبائهم المتطرفة، فيما يمنعونهم من الحديث في أمور الشريعة والجهاد، ويطلبون منهم حلاقة ذقونهم، ولا يسمحون بإدخال الثياب الطويلة كتلك التي يرتديها مقاتلو داعش. أطفال داعش الأجانب الذين يصلون إلى سن البلوغ في مخيمي الهول وروج أيضا يتم نقلهم إلى هذا المركز لإبعادهم عن تأثير المتطرفات من زوجات مقاتلي داعش التي يسعين إلى تنشئة جيل جديد من أشبال التنظيم. أسس هذا المركز عام 2017، يوجد فيه حاليا أطفال من أكثر من 20 جنسية، قسم منهم تلطخت أيديهم بالدماء. بموجب قانون الأحداث تتراوح أحكامهم ما بين 7 سنوات. الأطفال السوريون يلتحقون بعائلاتهم بعد انقضاء عقوبتهم. خرجنا قرابة 500 منهم حتى الآن، أما الأجانب فيبقون موقوفين إلى حين أن تتسلمهم بلادهم أو إلى حين تشكيل محكمة دولية لمقاضاتهم. المركز يدرس لنزلائه منهاجا محليا ينبذ التطرف والإرهاب، ويقدم دروسا في الأخلاق وقبول الآخر. ويقول الكادر التدريسي إن بعض الأطفال الأجانب يرفضون الاندماج مع الواقع الجديد. وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوجد مئات الفتيان في سجون للبالغين خارج المخيمات، لكن الإدارة الذاتية تقول إنهم محتجزون في مهاجع خاصة. القائمون على محو أفكار داعش السوداء في أذهان الأحداث هنا يؤكدون بأن هذا المركز لا يغطي حاجة المنطقة، فهناك الآلاف من أطفال داعش في مخيم الهول وحتى في المناطق المحررة حديثا بحاجة ماسة إلى عمليات التأهيل. الإدارة الذاتية من جانبها تنوي تأسيس ما لا يقل عن 15 مركزا لتأهيل وإصلاح أطفال داعش، لكنها تؤكد بأنها بحاجة ماسة إلى دعم دولي. هيبة عثمان، الحرة، من مركز هوري في ريف القامشلي.